البداية عندنا تيوب اللي هو الصوديوم سيترات، التيوب يكون اللون البلو. هنا أنا عندي مكتوب كمية 2 مل، هنا أنا مخلي الإشارة النهاية. هنا طريقة العمل عندي، أول شيء هاي مادة البي تي البروثرومبين تايم اللي هو عندنا عدة شركات، شركة البايولاب وغيرها، ما فيش تقول سبع هاي الشركة. طريقة العمل بسيطة، أول شيء ناخذ 200 مايكرون من المادة، عندي أهم فقرة بالعمل هي الحضن 37 سيليزي، راح نبقيها هنا. هنا نوقت، لازم نوقت عندنا، بس احنا قلنا اهم شيء نهتم بمن؟ نهتم بالحرارة. راح ناخذ 200 مايكرون مادة وناخذ 100 مايكرون بلازما بعد الستر لمدة 10 دقائق. نضغط المؤقت، نخلي فد مؤقت البانة مباشرة نسى 10 ثواني، راح نضيف نقرا النتيجة متى ما تصير فترة. نضيف، راح نبدأ نمزج داخل الووتر باث ونباوع متى ما تصير عندي خثرة توقف. هسه هذا بعده سائل طبيعي، امتى ما تصير الخثرة؟ بداية تكون الخثرة تكون من خلال الأجزاء من الثانية، مثل ما تلاحظون هنا صارت الخثرة. لازم عيننا على المؤقت 18 ثانية صارت الخثرة. بس وقف، عندي هنا مادة البي تي تي اللي هي هذا المحلول النسيجي اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم اللي هو يقيس خصائص الخثرة عكس البي تي اللي يقيس عوامل الخثرة. هنا كلوريد دي كالسيوم، كلوريد الكالسيوم. طريقة العمل هناك ضفنا 200%، هنا راح نضيف 100% ثلاث اضافات. الاضافة الاولى هي البلازما، ناخذ 100 مايكرون الاضافة الثانية هي المحلول النسيجي، تنضيف نضيفه مباشرة. بعد الإضافة نمزج وراح نؤقت لمدة 3 دقائق. هنا عندنا المادة الثانية اللي هي كلوريد صوديوم، كلوريد الكالسيوم، نسحب من عنده 100 مايكرون. هنا ننتظر الوقت 3 دقائق يصير. التيوب لازم داخل الووتر باث العمل أيضا. من راح يصير مباشرة 3 دقائق راح نضيف مباشرة المحلول الثالث ويسرحون التفاعل، بعدها راح نمزج. هنا طريقة المزج حسب النورمال فاليو، النورمال فاليو عندنا للبي تي تي 28 إلى 38 ثانية، فأني أبقى أمزج ما يقارب 25 ثانية، بعدها راح أبدأ أشاهد تكوين عملية تكوين الكلوتينج. هنا أنا بالحقيقة البي تي تي يقيس للإكزترا فاسكولار هيموليسيس أو الإكزترا فاسكولار كوأجوليشن فترات القلب. هنا راح أبدأ أشاهد عملية تكوين الخثرة. هنا مثل ما تشاهدون راح يكون على شكل سائل يتحرك. عملية تكوين الخثرة انه تتم خلال اجزاء من الثانية، لذلك الاختلافات راح تكون واضحة بين المختبرات. هنا راح تباعون صاروا خثرة، راح تشوفها كلها صار عبارة عن كتلة واحدة متقلبة، راح تشكل على شكل كتلة واحدة. هنا انه عملية الكوكشنا صارت هسه جدا واضحة، بس واضحة بالصورة كلش واضحة.